السلام عليكم وكل عام وانتم بخير، واجمل تحيه نهديها لكم اعزائنا مشاهدي قناه كويت سبورت في كل مكان. ويسعدنا ان نكون معكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي عالم الصحافه لتسليط الضوء على ابرز ما طلعتنا بصفحات رياضيه لهذا اليوم من مواضيع متنوعه، فاهلا وسهلا بكم معنا. أهلا بكم من جديد في الصحافة المحلية. تلقى المحترف السوري المخضرم بالقلعة البيضاء عرضا من أحد الأندية الإماراتية للانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، ويبدو أن إدارة الأبيض تدرس مسألة الموافقة على انتقال اللاعب من عدمها. ومن كيفان نتحول إلى العدلية، فيبدو أن الهداف البرازيلي للبرتغالي تلقى العديد من العروض الاحترافية من بعض الأندية القطرية. تلقى السوري فراس الخطيب مهاجم فريق كرة القدم بنادي الكويت عرضا من عجمان الإماراتي للانتقال إليه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. ونقل أحد المتعهدين رغبة عجمان في ضم الخطيب إلى جهاز الكرة في الكويت قبل فتح باب التفاوض رسميا مع إدارة النادي، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع الأبيض في يونيو المقبل. دخل ناديا السيليا والخور القطريين مع البرازيلي باتريك فابيانو لاعب نادي كابما من أجل الحصول على خدمات المهاجم المتألق خلال الانتقالات الشتوية، حيث قدم الناديان عروض شفهية من أجل استقطاب الهداف البرازيلي الذي يحمل جواز تيمور الشرقية ويشارك كلاعب آسيوي. من جانبها أعلنت إدارة كابما تمسكها باللاعب حتى الآن بعدما رفضت عروضا مغرية سابقة لضم اللاعب، آخرها العرض الذي تلقاه اللاعب قبل شهرين من بني ياس الإماراتي. وصل إلى البلاد مساء الأمس المحترف الأسترالي الجديد للفريق الكروي بنادي برغان، حيث تتطلع إدارة الوافد الجديد بهذا التعاقد إلى تحسين موقع الفريق الذي يتذيل سلم ترتيب دوري فيفا حتى هذه اللحظة. وفي شأن آخر، فقد عززت إدارة الكرة بالأحمدي صفوف فريقها بعد تمكنه من حسم صفقة انتقال أحد النجوم العميد بشكل نهائي. تعاقد جهاز كرة القدم بنادي برغان مع الأسترالي أميل دامي الذي يلعب بمركزي الوسط المتقدم والهجوم ليكون آخر صفقات الفريق لهذا الموسم، وينضم إلى بقية المحترفين الأفارقة تراوري ونانا ووسام الدريسي. وقال مدير الفريق طالب العتيبي أن صفقة الأسترالي دامي هي الصفقة الشتوية الوحيدة، مضيفا أن الفريق يضم بصفوفه ثلاثة محترفين أفارقة هم المالي تراوري والبنيني نانا والتونسي وسام الدريسي. أنهت إدارة الكرة في الشباب اتفاقها مع لاعب العميد خليفة النصار من أجل الانتقال لصفوف أبناء الأحمدي بشكل نهائي بداية من انتقالات يناير الحالية من أجل تعزيز صفوف الفريق، لا سيما في ظل ما يمتلكه اللاعب من قدرات لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق. من ناحية أخرى، دخل مهاجم العربي اللبناني علي سلمان تدريبات الشباب بعد توصل إدارة أبناء الأحمدي لاتفاق مع اللاعب وناديه لاستعارته لنهاية الموسم. نذهب إلى فاصل وبعد ذلك نستعرض الصحف العربية. أهلا بكم.
عاد العالمي مرة أخرى إلى الواجهة بعد تحقيقه لفوز مستحق على فارس الشرقية في المرحلة 15 ضمن منافسات الدوري السعودي. ومن المملكة العربية السعودية ننتقل للعاصمة القطرية، حيث تعرض الزعيم لضربة موجعة قبل أيام قليلة من مواجهته المهمة في مسابقة الدوري، لا سيما بعد التأكد من غياب أحد أبرز نجومه الذي تعرض لإصابة في وقت سابق. قفز فريق النصر للمركز الثالث بجدول ترتيب أندية الدوري السعودي لكرة القدم إثر تغلبه على الاتفاق بهدفين مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعتهما أمس في المرحلة 15 من مسابقة الدوري. ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه حسن الراهب الذي سجل هدفي المباراة، ورفع النصر رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث مؤقتا. في المقابل توقف رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السادس. أعلن نادي السد يوم أمس غياب الدولي إبراهيم خلفان لاعب الفريق لمدة 3 أسابيع بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق الأخيرة. ويستعد السد لمباراة نظيره الإغريقيات في الجولة 14 من عمر دوري نجوم قطر هذا الموسم التي تقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب نادي الخور. وبهذا الشأن والخبر، يعني كان هناك اتصال معنا حاليا مع الإعلامي السعودي السيد فهد الجلعودي. استاذ فهد مساك الله بالخير، بداية كيف رأيت فوز النصر على الاتفاق مساء الأمس؟ مساء الخير اخوي فريد، ورحب فيك ورحب تلفزيون الكويت. الله يسلمك. طبعا اخوي فريد، امس الفوز النصراوي يعني كانت مباراة تكتيكية بين المدربين، واستطاع فريق النصر في الشوط الثاني تحقيق النتيجة وهي أهم له، لأن في بحاجة مهمة لثلاث نقاط لمواصلة مسيرة المنافسة على بطولة الدوري. طبعا أنا أعول لفوز النصر أمس لدخول اللاعب الكبير والنجم الكبير واللي أطالب فيه أنا عبر منبر تلفزيون الكويت، وأطلب من المدرب المنتخب السيد مارفك يعني انضمام هذا اللاعب. اللاعب يثبت يوم بعد يوم، مباراة بعد مباراة، أنه يعني إنه مهاجم جيد جدا، وحنا في أمام من هو اللاعب؟ حسن الراهب، يعني الكابتن حسن الراهب يعني إيه؟ يعني رجل الآن يعني صار هداف فريق النصر، هو هداف فريق النصر وهو من دكة الاحتياط. يعني هل هو من أسباب صحوة يعني النصر في لقاءاته الأخيرة، لا سيما بعد تأهله لنهائي كأس ولي العهد؟ هل هو يعني أحد الأسباب؟ صحيح، احنا شفناه دائما في مباريات صعبة تكون على فريق النصر، ويأتي ينزل هو بالشوط الثاني ويجد الحل. يعني ورقة رابحة للنصر، وأنا أطالب فيها بعودتها للمنتخب من جديد. وماذا من أسباب أخرى يعني وراء صحوة النصر؟ ممتاز. أنا أشوف الحين في كانت مشكلة كبيرة، مواجهة كانت كسر عظم بين اللاعب حسين عبد الغني والمدرب، حتى كانت مؤثرة نفسيا على المدرب على تفكيره. الآن بعد انتهاء والإدارة أعطت الأولوية للمدرب والأفضلية للمدرب باتخاذ القرار بإبعاد حسين عبد الغني، أصبح المدرب يعمل يعني براحة براحة تامة، وحتى اللاعبين. فانتهاء هذه المشكلة اللي كانت عائق. وما هي قصة حسين عبد الغني؟ يعني حسين عبد الغني لاعب مثير للجدل يعني دائما أستاذ الجلعودي. صح 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 اخوي فريد، يعني حسين عبد الغني انا ارى انه يعني هذا وقت الابتعاد عن الكرة، الاعتزال، يعني يحفظ تاريخه الجميل. نعم. مستوى فني، بعيدا عن يعني اثارته المشاكل حسين عبد الغني، لكن مستوى فنيا الان يعني يعيش حالة هبوط في مستوى، فابتعاده يعني يكون من صالح النصر ومن صالحه هو. الإعلامي السعودي فهد الجلعودي كل الشكر لك. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل أخير، وبعد ذلك الصحافة العالمية وضيف مميز.
أهلا وسهلا بكم من جديد في الصحافة الأجنبية. قطار البريمير ليج لا يتوقف، فمبارياته تشهد الأحداث الرائعة والأرقام المثيرة. فقناص السبيرز عادل إنجاز الغزال الفرنسي الخطير، ومهاجم الجانرز أثبت علو كعبه بقوة وفق إحصائية جديدة. أما مدرب كريستا بالاس فانتقد جدول مباريات البطولة الأمتع بالعالم، لذلك هو البريمير ليج. احتفل هاري كين مهاجم توتنهام بخوضه 100 مباراة في الدوري الإنجليزي بأرقام مميزة للغاية في مواجهة واتفورد. ونشرت صحيفة التايمز إحصائية تشير إلى أن كين خاض 97 مباراة بقميص السبيرز وثلاث مباريات مع ناديه السابق نوريتش سيتي. كما رفع نجم السبيرز رصيده إلى 59 هدفا في أول 100 مباراة بالبريمير ليج، ليعادل نفس الإنجاز الذي حققه الفرنسي تييري هنري بقميص أرسنال. سجل الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم أرسنال رقماً مميزاً في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس عندما سجل الهدف الأول للغانرز بطريقة رائعة بكعب القدم. وقالت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن هدف جيرو هو رقم 62 له في الدوري الإنجليزي، ليعادل بذلك رقم روبرت بيريز كخامس أفضل فرنسي يسجل في مسابقة البريمير ليج. نشرت صحيفة دالي تيليغراف تصريحات مدرب كريستال بالاس سام ألاردايس، والتي انتقد من خلالها مواعيد إقامة مباريات الدوري الإنجليزي بسبب احتفالات أعياد الميلاد. وقال ألاردايس: الشخص الذي ينظم مواعيد مباريات البريمير ليج للاحتفال بأعياد الميلاد حقا يحتاج للإقالة من منصبه، فكيف يلعب الفريقين مباراتين في 3 أيام؟ اهلا وسهلا بكم من جديد. طبعا مشاهدينا الكرام، كما عودناكم ضيف مميز وخفيف على القلب. اول شيء طبعا هو الناقد الرياضي والصحفي في جريده الانباء الاستاذ يحيى الحميداني. يحيى كل عام وانت بخير، وان شاء الله السنه تكون امن وامان وعافيه وصحه يا رب انت وعائلتك الكريمه. ان شاء الله كل عام وانت بخير ابو حسن، وكل عام والساده المشاهدين وطاقم البرنامج بخير، وان شاء الله تكون سنه حلوه علينا وعلى ديرتنا ان شاء الله الكويت وعلى جميع الدول ان شاء الله. اللهم امين. يعني بدايه نبدي، سمعت الخبر يحيى، الجميع اشاد وانبهر بهدف جيرو الفرنسي اللاعب الفرنسي. طبعا تعليقك على جماليه الهدف؟ أول شيء إذا بنتكلم عن الهدف، يعني أنا شفت كان الهدف صراحة ممتاز جدا، يعني من بداية الهجمة كان في عمل جماعي، هي كانت هجمة لفريق كريستال بالاس، قطعوها يعني من على خط 18 وردت هجمة مرتدة أعتقد يمكن في 15 ثانية وصلوا المرمى وتسجل هدف، 7 نغلات يعني، وبدأ حتى جيرو وبدأ الهجمة من وراء خط النص، يعني كان في عمل ممتاز من جيرو، يعني الهدف يعني نقول ما يجي إلا بهذه الطريقة، يعني العرضية كانت شوي صعبة على جيرو، ففضل انه يعني يحولها خلفية يعني بكعب القدم. يعني هناك من يعني عمل معادلة بين هاري كين، يعني معادلة هاري كين لرقم النجم ايوه الفرنسي السابق تيري هنري، يعني تعليقك على هذا؟ شوف يعني اذا الارقام يعني ترى مو مقياس في كره القدم، يعني اذا عادل رقم تيري هنري يعني مو معناته انه نفس مستوى تيري هنري. اعتقد من المهاجمين اللي صعب يتكررون في التاريخ، يعني كان مهاجم ممتاز في ايامه. هاري كين صغير في العمر الحين، اعتقد 23 سنه، يعني معدل اهدافه معدل اهدافه كبير. الموسم اللي فات كان هداف الدوري 25 هدف، اللي قبله سجل في الدوري 21 هدف، الموسم الحالي سجل اعتقد 10 اهداف، لاعب ممتاز يعني طبيعي راح لاعب مميز. وفي قائمه يعني القائمه اللي ذكرتوها 100 مباراه كم سجل، يتصدرها ألان شيرر يعني ب 79 هدف. نعم. فهذا الرقم كبير يعني جدا. نعم. على اي لاعب انه يكسر هذا الرقم. لو نشوف باقي القائمه ترى كلهم متقاربين مع جيرو، يعني ما في فرق كبير بينهم بين جيرو. يعني انت جبت طاري جيرو، نرجع له. هناك مقوله تقول ان جيرو لاعب محظوظ. شوف ابو حسن، هو يعني هو لاعب كبير في العمر، يعني 30 سنه ظهوره متاخر، يعني دائما في المباراه ترى ما يكون يعني اللاعب اللي يحسن، ايوه اللي نقدر نسميه مثل الهاي كلاس او اللاعب من الطراز العالمي الطراز الاول يعني. اي لا، هذا اللاعب يعني لاعب يعني في بعض تشوفه مساند،
اي تشوفه مجموعه مباريات تشوفه تقول يعني لاعب عادي تستغرب صح. انه يعني اساسي في منتخب فرنسا كان في اليورو. فانا احس انه يعني بعض الاحيان يكون محظوظ نعم يعني تشوفه مخلص يعني اكثر ما هو يؤدي او صحيح. يصنع او يخلق مشاكل للدفاع يعني ممكن عرضيه يخلصها لك وتنتهي يعني المباراة. هو عند الهد صراحه اي طبعا شفناه في وارتقاء يعني القوه الجسمانيه طبعا في اخر المباريات ترى سجل اهداف كثير يعني معدل اهدافه وايد ممتاز وكان حاسم وارسنال وارسن فينجر يعني المدرب ينتظرون منه الكثير يعني ارسنال لا تنسى يبي ينافس على كل البطولات الموجود فيها يعني. ماذا عن تصريح آلردايس المدرب الانجليزي؟ انا اتفق معه يعني 100% صراحه الجميع حتى ما في اي شخص في العالم ما يتفق مع التصريح هذا يعني كريستال مدرب كريستال بالاس يعني هو ماذا قال بالتصريح ده؟ هو قال انه ينتقد الاتحاد الانجليزي لوضع الجدول يعني كريستال بالاس امس لعب مباراه قويه مع ارسنال وعنده مباراه بكره مع سوانزي هم مباراه قويه يعني ماكو 48 ساعه ارتاحوا بس ف يعني مركز كريستال بالاس في المركز السادس عشر اعتقد ويفرق عن مراكز الهبوط نقطتين فقط سوانزي اللي راح يواجهه باكر يعني فريق قوي يسعى انه يطلع من المركز الاخير ويحقق نتيجه يحيى هو هل ينتقد انه ليش تسوونه في خلينا نقول نيو ييرز ايف يعني يوم ليله راس السنه لا. او يعني هذه المباريات قصده ولا لا 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 هو قصده انه يعني ما اعطيتونا راحه كافيه يعني مثل تشوف تشيلسي لعب السبت وراح يلعب الجولة 19 الجولة 20 راح يلعب الأربعة تشيلسي ليفربول لعب السبت وراح يلعب اليوم يعني ارتاح يوم واحد بس كريستال بالاس فريق سام الأردايس يعني نفس الشيء سام الأردايس توه ماسك الفريق وده يعدل صح. شكل الفريق فراح 48 ساعة يوم واحد فقط يعني أعتقد أنها غير كافية أنت تحتاج عدد لاعبين كبير ولا تنسى مباريات حساسة في الفترة هذه. هناك سؤال أخير، هناك من يقارن على طاري الأهداف أن أفضل هدف في الموسم، هناك من يقارن هدف جيرو في هدف مختاريان، برأيك منو الأحلى؟ جيرو شوف ترى نفس الهدف يعني بس الأحلى يميل أكثر لجيرو لأنه يعني كان مختاريان متسلل يعني فنختار جيرو لأنه كان يعني هدف سليم وهذه يعني تقريبا يات لوب يعني مثل الأصغار إيه نفس الشيء وحتى الهدف حلو يعني هدف جيرو أمس يعني طقت العارضة ونزلت المقص هدف ممتاز صراحة. عموما نذهب إلى الدوري الإيطالي والبيان كونيري يحاول البيان كونيري تأمين جوهرته الأرجنتينية من أطماع عملاقي الليغا ولذلك رفض عرض البلوغرانا الأول بينما تباينت الآراء في الكامب نو حول صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن الكرواتي بسبب كبر سنه من جهة رغم رغبة الجهاز الفني في ضمه. تسبب تألق الأرجنتيني باولو تيبالا مهاجم يوفنتوس في لفت أنظار كل من برشلونة وريال مدريد أملاً في التعاقد معه بالشهر الحالي. وقالت صحيفة لا غازيتا أن اليوفي رفض العرض الأول والذي قدم من برشلونة للتعاقد مع تيبالا خلال الفترة الماضية. وكان الأرجنتيني أكد أنه لم يوقع على أي عقود لتجديد بقائه مع البيانكونيري خلال تواجده في مدينة دبي الإماراتية. اهتم نادي برشلونة بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي المخضرم داريو سيرنا ظهير أيمن شختار الأوكراني بفترة الانتقالات الحالية. وقالت صحيفة سبورت أن هناك رأيين حول إمكانية التعاقد مع سيرنا، فالجهاز الفني يفضل اللاعب صاحب 34 عاما نظرا لخبرته الكبيرة، بينما يخشى مجلس الإدارة إنفاق الكثير من المال للتعاقد مع سيرنا بسبب كبر عمره. اهلا وسهلا بكم من جديد. طبعا معنا يحيى الحميدان الناقد الرياضي في جريده الانباء. يحيى طلعنا من الدوري الانجليزي او البريمير ليج رحنا حق تقريبا الدوري الايطالي. بوجهه نظرك اليوفي هل بامكانه الحفاظ على نجم ديبالا مع من برشلونه وريال مدريد وزيد عليهم الاغراءات الصينيه؟ راح نتحدث عن الاغراءات الصينيه بعدين، لكن الحين برشلونة وريال مدريد. أنا أشوف أعتقد ديبالا يعني سبب مشكلة لإدارة يوفنتوس، يعني هو حاليا راتبه 3 مليون يورو سنويا، فهو اللاعب يعني نجم كبير وعليه العين من الأندية الكبيرة يعني برشلونة وريال، فيطمح أنه مضاعفة راتبه يعني دبلات هذا الشيء، يعني هو إدارة يوفنتوس عرضوا عليه 5.5 مليون في السنة، فرفض يعني قال أنا لازم تقارنوني نفس هيغوين، يعني هيغوين 7.5 مليون،
فاللاعب كبير نجم صراحه ممتاز مهاجم صراحه انا يعجبني هذا اللاعب اعتقد انه راح يكون له شان كبير يعني خصوصا في منتخب الارجنتين يعني مثل ما شفناه في الفتره الاخيره بدا ياخذ مكانه الاساسي في تشكيله التانجو اذا اعتقد انه اذا يحافظ عليه انا ما اعتقد اعتقد انه يوفنتوس راح يسعى لتسويقه بشكل كبير راح يحاول يكسب من وراء عوائد ماليه كبيره نفس الشيء بوجبا نفس ما صار مع بوجبا يعني يعني اكيد بالاخير برشلونه وريال مدريد يعني اي طبعا قدره ماليه سمعه كبيره فقادر ياخذون اي فريق اي لاعب يعني مشكله هذيلي ما شاء الله يعني مثل ما يقولون ماجنت مغناطيس البعض يرى ان طريقه ديبالا تناسب برشلونه ما رايك شوف في الوقت الحالي يعني ديبالا يعني يشغل مركز ميسي او نيمار يعني مهاجم على الجناح انا اعتقد انه صعب انه يلعب في صعب انه يقعد يعني نيمار الا في حاله واحده مثل شوفوا المركز يعني خلفهم يعني مثل في مركز نفس انيستا او راكيتش يعني تحت الهجوم بس السؤال هل قادر ديبالا يؤدي الواجبات الدفاعيه يعني المطلوبه منه هذا السؤال يعني أو من ناحية لاعب كبير أتوقع ينجح في أي فريق يلعب فيه لكن في برشلونة أعتقد أو أنه يعني في حالة انذارين والإصابات ممكن بس أنا أعتقد أنه أفضل الله مثل يروح ريال مدريد يعني برشلونة صعب أنك تلعب في خط المقدمة يعني عندهم أفضل ثلاث مهاجمين في العالم ما في أي لاعب يقدر يقعد نيمار سواريز ميسي على طاري برشلونة يعني برشلونة يعاني من مركز الظهير الأيمن أنا أستغرب أول شيء شلون باع ألبس لكن جايين لهذا الحديث هل سرنا هو اللاعب المناسب؟ شوف في الوقت الحالي هو برشلونة يفكر في ضمه لفترة 6 أشهر فقط لتكملة هذا الموسم يعني داريو سيرنا لاعب صراحة معروف اللي تابع منتخب كرواتيا يعني هو ما لعب مع نادي كبير يعني أغلب مسيرته كانت في كرواتيا انتقل إلى شختار أعتقد في 2011 يعني كان نوعا ما معروف في الشامبيونز ليج يعني أما على صعيد الأندية ما انتقل نادي كبير داريو سيرنا يعني مستوى ممتاز يعني دائما تابعت أكثر مباراة مع منتخب كرواتيا هو كابتن منتخب كرواتيا أعتقد ولاعب كبير لاعب يؤدي واجبات كبيرة أعتقد هذه الفكرة يعني إحنا عودنا برشلونة على نفس هذه الفكرة يعني يجلب لاعب كبير في العمر يعني سواها يعني من زمان مع ألبرتيني مع هنريك لارسون في الانتقالات الشتوية يجلب لاعب كبير أعتقد لفترة 6 أشهر فقط بعدها ممكن تفكر إدارة برشلونة في المغامرة يعني ماليا التعاقد مع لاعب يعني مبلغ مرتفع يعني إحنا شفنا برشلونة يعاني من مركز الظهير الأيمن نفس ما تفضلت في سؤالك يعني معاناة واضحة سيرجيو روبرتو ما غطى مكان داني ألفيس يعني داني ألفيس من الصعب إنك تحصل لاعب يغطي مكانه لاعب كان يعني على الصعيد الهجومي أو حتى على الصعيد الدفاعي كان يؤدي أدوار كبيرة داني ألفيس حلو يعني هو أنا يعني أنت قصدك إن داني ألفيس هناك من قال إنه يعني كبر بالعمر كبر بالعمر بحسن وبعدين عطى يعني كل ما يملك لبرشلونة الأمانة أعتقد يعني حتى صراحة طبعاً إيه وكم موسم تقريبا أعتقد 8 مواسم قاعد معه فكفى ووفى على قولتهم وعمر كبير إدارة برشلونة كانت تجدد له يعني اسمها تقول سنة بسنة وهو رفض هذا الشيء يوفنتوس قدم له عقد في 3 سنوات فانتقل لهم مقابل يعني جيد بعد فأعتقد داني ألفيس عنده طموح إنه يلعب على مستوى بعدين هو كبير يعني بصراحة تحترمه هذا اللاعب لا لأنه يعني يقول لك أوكي أقعد لا بس يبي مغامرة جديدة وتحدي طبعًا. جديد وتشالنج جديد يعني طبعًا هذا يعني مو شيء سهل يوفنتوس فريق كبير يعني مو فريق سهل نعم. يعني ممكن يحقق معه شيء يعني في الشامبيونز ليج يعني الدوري الإيطالي أعتقد مسألة وقت ويحسمون الدوري شلون ني حق الإغراءات الصينية يحيى شاغلين الناس البعض يقول أن الإغراءات الصينية تخرب الدوريات يعني مدى صحة المقولة لا شوف أبو حسن هم ما يعني هم أعتقد اللاعبين يعني النجوم المحترمين يعني ما يغامر ويطلع يعني في عز مستوى مثل ديبالا يعني مستحيل إنه يروح الصين في هذا الوقت في الذات يعني هم قاعد يعني يستقطبون اللاعبين اللي يعني نفس لافيتزي نفس أوسكار نفس هالك اللي يعني ما عندهم الفرصة يلعبون على المستويات الكبيرة في البطولات الأوروبية فأعتقد إنه يعني هم قادرين يضمون أي لاعب مثل ما قاعد يشارك نفس أوسكار في تشيلسي يعني شفنا أوسكار مع تشيلسي ما كان له يعني حضور مع كونت يعني حتى طريقة اللعب ما تتناسب مع أوسكار فأغلب الوقت كان قاعد يعني مقابل ممتاز جدا يعني 60 مليون في أيضا عرض للاعب فيستو
فيستا اي بلجيكي هذا اي من لاعب اليوفي من اليوفي هو يلعب فيه هو من اليوفي وايضا هو يلعب في اربع اضعاف المبلغ من الصين يعني منو فيتسل اي فيتسل يلعب في الدوري الروسي مع زينيت اي يعني اقول لك يا له اليوفي عرض عارض له والدوري الصيني عارض الصيني صراحه يعني جبارين يعني صراحة والله ما ادري يعني خربوا السوق يعني مبالغ مو هذا انا ليش اقول لك البعض يقول ان الاغراءات الصينيه دمرت شوف ابو حسن هو الصين يعني من ثلاث سنوات بدت خطه نقول بعيده المدى يعني خصوصا الرئيس الجديد يعني الرئيس الصيني الجديد عنده اهتمام كبير في كره القدم في الرياضه بشكل عام فقاعد يخصص ميزانيات يعني بشكل مهول يعني انت تتخيل يعني عنده حضور جماهيري بصراحه طبعا اغنى حاليا اغلى يعني اكثر رواتب اكثر 10 رواتب في يعني ممكن 6 في الصين حاليا يعني هولك تيفيز اعتقد اوسكار اي تيفيز ما قدر يعني بس اتوقع ميسي ورونالدو ونيمار ممكن اللي داشين رونالدو يقولون رونالدو عطوه مليون عطوه عرض خيالي صراحه يعني 100 مليون بالسنه هذا ولا وشنو 300 مليون حق ريال مدريد في مقابل التخلي عن يعني 300 مليون مقابل التخلي عن رونالدو و100 مليون سنويا حق رونالدو يعني هذا الشيء صراحه عرض كبير و اقول ما يعطونا عرض انا راضي ب 30 ألف اقول مقدم بالصين اي والله بس يبقى ترى دوري للحين يعني ما اخذ الشعبيه اللازمه يعني حتى يعني اللاعبين اللي قاعد ياخذونهم ما اعتقد في اواخر مسيرتهم يعني نفس ما قلت انا في البدايه ما في لاعب يعني محترم يعني عفوا في عز مستوى في عز مستوى صح في عز ظهور يضحي ويروح مهما كانت المغريات نفس روني حاولوا معه اكثر من مره رفض يعني واين روني فحاب انه يكمل يعني في المان يونايتد وايضا اللي ايضا نوضح اكثر اعلاميا طبعا من يدري عن الدوري الصيني يعني مع احترامي من يشوفه يعني ف انت تلعب في المانيو حتى لو مثلا نقول احتياط او في اي نادي كبير فهذا الشيء يكفي يعني العين عليك اي شيء يعني الجمهور يتابعك المباريات منقوله يعني على مستوى جميع يعني دول العالم يعني البريمير ليج والكالتشيو واللاليغا صراحه ترى نفس ما قلت انا بحس دائما اللاعبين اللي في اواخر مسيرتهم يتجهون الى الصين يعني نفس تيفيز اول ما طلع من يوفنتوس قال ابي اختم مسيرتي في بوكا جونيورز وما ابي الاغراءات الماليه لكن سبحان الله تغيرت وجهه نظره بالعرض هذا يعني اعتقد 40 مليون راتب سنوي يعني 80 الف يورو في اليوم يستلم مو شويه صراحه اي فيغري اي لاعب يعني في اواخر مسيرته يروح الصين يكسب يعني ملايين يحيى الحميدان الناقد الرياضي من جريده الانباء كل الشكر لك وايضا ان شاء الله سنه كلها افراح ان شاء الله عليك وعلى عائلتك الكريمه ان شاء الله يا رب وعليك ان شاء الله سنه حلوه وعلى كل من تحب وعلى جميع المشاهدين ان شاء الله يا رب مشاهدينا الكرام كان هذا ختام حلقة هذا اليوم على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا وضيف مميز مثل شروة ضيفنا إن شاء الله وإن شاء الله حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله. We'll be right back.